مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. كنتمنى تكونوا بالف خير، كنتمنى كذلك يا ربي يرفع علينا هذا البلاء وهذا الوباء. هذا اليوم معايا واحد السيده اللي كتشتغل في قطاع التعليم، معلمه استاذه في التقري الابتدائي. المشكله وقع لها انها جاتها كورونا في شهر 8، ياك ملي مشات بغات تعاود تقري تعرضت للطرد التعسفي. هي غتعاود لينا التفاصيل كلها من الاول. السلام عليكم، قربي شويه الميكرو اختي، عندك الاسم ديالك، فين ساكنه، وعاودي لنا المشكل ديالك من الاول. بدون ديك الاسماء. المهم انا كنت هالصمت ديالي لان الحكم القومي ديالي والتعليم والاستاذ دائما في خطر متميز، ولكن ملي تعرضت للظلم من طرف هاد السيده ومن طرف المذكره اللي صدرتها 25/3 كتعطيها هي الحق، اذا فين حقي انا؟ عاودينا القصه من الاولى. لا انا المهم صبت الكورونا، كنت من المخالطين، عطاتني المندوبيه الحجر 13 يوم وانا مازال في الحجر، كتعيط ليا كتقول لي جيت خدمي، راني اون كونفينمون، قالت لي يلاه ضروري جيت خدمي، زعما ما يمكنش لان هذا كيتسمى حتى البروتوكول الصحي. صيفطاتها هذا الطبية ما قبلاتهاش، عاود صيفطتها لها ريكوموندي، قبل ما توصل الرسالة أو لو وصلت الدار ما توصلت ليها، جاني أنا برا ريكوموندي أنني كنتفاجأ أن دار فيا الفصل النهائي دون اتباع المسطرة القانونية أنها تستدعي مفتي الشغل أو لا تستدعين تعلم مفتي الشغل أو لا تستدعيني أنا دير معايا جلسة استماع كطرف في القضية. تفاجأ جاني الفصل النهائي حكم، قالت لك أنني امرأة ديال القانون وراجلي نائب برلماني، أنا كنطبع القانون وتنلعب على الناس ونقدر نشري البلاد فلوس، هل يعقلها؟ فين حقي؟ فين حق الناس؟ فين حق المواطنين؟ أنا دمي حقت مع 50 ولا مع، والمشكل أنها كانت كل سنة تبدل معايا، كتجدد معايا العقد، العقد هو شريعة المتعاقدين، ولكن ملي كتجدد معايا بعقد هذا العقد ما كتإيكاليزيش معايا، كنإيكاليزي غير أنا وربما أحلى كنإيكاليزي غير حنا، وكتشد هذاك العقد كتبغي تهدد الناس فيه. الأساسي دابا كنا كنعيشو تعسف في الخدمة، أنك لما درتيش العمل ديالك راك مفروضة، أنك لما درتي القانون مفروضة، أنك لما درتي القابلية راك مفروضة، يعني الطلب هو الشعار ديال هاد السن. وبخاطر الإنسان أنه ضعيف وعندنا التزامات وعندنا مصاريف وهذا، حنا كنا كنصبرو كنقولو ماشي مشكل، الإنسان ياخد راه في الخط. المهم علينا توصلت أنا في الفصل النهائي، درت الإجراء ديالي، مشيت سجلت دعوة المحكمة، صيفطتها العون المحامي ديالي، صيفطتها استدعاء مع العون على أساس حضر، ما كتقدرش كيف المحامي ديالها المذكرات، المحامي ديالي كيرسل رسل مقال افتتاحي، جاتنا مذكرة جوابية من عندها. قربي الميكرو أختي عافاك. جاتنا مذكرة جوابية من عندها كيقول لها قاضي التحقيق علاش خصني هاد السيدة؟ كتقول له قلت لها شي خدمي ندخل أنا نخدم. هاد المقال وهاد الكلام أكدته قاضي التحقيق في المذكرة الجوابية ديالها، قال لها صيفط المحامي ديالي مذكرة تعقيبية ثانية على الكلام ديالها، وأكد ليها لأن السيدة كانت في كورونا مريضة بكورونا كتكتب مذكرة بالضبط مثل المحامي. المهم مذكرة فارغة، كلشي عند المحكمة، كلشي عندي، كلشي الوثائق كاينة، مذكرة لا أساس لها بالصحة، ما كتستندش على واحد الفصل. إما الإنسان ملي تيقول هاد السيد دار شي حاجة، عطيني فصل قانوني، عطيني واحد السنة قانوني كيأكد لا مجال لها بالصحة، وكلام غير معقول. علينا دازو خمسة جلسات، خمسة مذكرات وصلنا بهم من عندها ومن عند المحامي ديالي. اللي الغريب في الأمر أن المذكرة توقفت الأسبوع الماضي، ونهار 25/3 صدر الحكم. باش غيصدر الحكم هاد السيدة اللي اضطرت تعسفيا، توقفت عن العمل، ونعتات هاد السيدة الطاغية اللي كتقول لك راجلي برلماني، فلوس الحزب نقدر نشريك، نشري المحكمة، نشري المحكمة، قالتها ليا، قالت لي نشري المحكمة بالكراسة بالطاولات ديالك، بالرؤساء بكل شيء. شو الطلب ديالك اليوم؟ الطلب ديالي اني كنطالب بالتعويض ديالي، كنطالب بالحق القانوني ينصفني، كنطالب السيده تكفي حتى. اللي تفاجات هو ان رفضت الطلب، قالت لي ما عطيها شهاده عمل فقط. فين التعويض؟ فين كورونا السيده اللي كانت مريضه خصها تعطيني شهاده او عطله طبيه كما عطات لي المندوبيه؟ لا، هي جاوبات وقالت انا عندي شهاده طبيه من المندوبيه الاولى وعندي الثانيه وعندي الثالثه،
وخرجت الدوسي ديالي من السيستيم من مندوبيه وزاره الصحه بانني كنت بوزيتيف. هادشي ما تخافش على الاعتبار، حتى شي حاجه ما تخسرت في الكثيرة، اولا ربما تخفى الدوسي ديالي وتقدمت فقط لانني ما حضرتش العمل نهار 20. واخا عطيني الرقم التليفون ديالك. 66 34 48 30. اخر كلمه، اخر كلمه كنبغي نوجهها الحق ديالي بغيت ناخذو مهما طال الزمن، ستينا في نقد الابرام. انا غندير دابا المساله جات هذه الرقم ديال هاد السيده هو 066 34 48 30. غنعاود الرقم 066 60 34 48 30، 066 60 34 48 30. هذا هو الرقم ديال السيده اللي بغى يتواصل معاها، اللي بغى يحل لها المشكل. كنتمنوا من المسؤولين، كنتمنوا انهم يدخلوا في المشكل ديالها، تقدر السيده تاخذ حقها من هذيك السيده. كنشكركم بزاف على تبعكم لهذا البث المباشر اللي كان مباشره من مدينه الدار البيضاء. ان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر اخر. الى اللقاء.